بالنسبة لي الطبخ رسالة جداً بسيطة، توصل العقل القلب متاع أي إنسان تحبه. ممكن رسالة الطبخ رسالة جداً سامية. معاكم الشيف نوف المري، صاحبة ديزرت روز كافيه في متحف قطر الوطني. أنا أول طبق سويت المضروبة، عشان كذي حتى الحين اللي أنا متميزة فيه في ديزرت روز اللي هو طبق المضروبة. يمكن إحنا متعودين على المضروبة العادية اللي هي طماط وصلصة وبهارات، هني أنا في ديزرت روز حبيت تكون يعني أكثر صحية، ضفنا فيها السبانخ، ضفنا فيها الشوفان، مثل ما قلت لك اللي هي بهاراتنا الخاصة والدهنة القطرية. طبعاً المضروبة هو أهم شيء، نوع العيش يكون نوع جيد، أرز بسمتي، نقع العيش. أنا بالنسبة لي أول شيء أنقع العيش في مي حار عشان حبته تطلع طويلة وخفيفة. أنا دايماً أحب أستخدم في وصفاتي الحلبة، هي في نفس الوقت صحية وفي نفس الوقت تضيف نكهة وريحة. بعدين نجيب الجدر، نحط الزيت، نحط شوي دهنة قطرية، نضيف الليمون الأسود، الحلبة، الكاري، الكزبرة، نخلط. بعدين نضيف البهارات اللي هو الابزار القطري، شوية كركم، شوية زنجبيل، شوية الابزار الخشن، هو في كزبرة وفي كمون. طبعاً البهارات القطرية احنا توارثناها من الهنود، سوق واقفي كل البهارات من إيران، من الهند، من عمان. بعدين نضيف العيش، بعدين نضيف الدجاج، بعدين نضيف الماي ونخليه يطبخ على راحته. بعدين طبعاً طبق المضروبة هو سمي مضروبة لأنه ينضرب مثل الهريس. بعدين أضيف اللي هو الأعشاب، السبانخ، نضيف اللي هي الكزبرة، ونضيف الشوفان طبعاً في الأخير عشان الطبق يظل متماسك ويظل الألوان الخضراء اللي إحنا ضفناها تبين في الطبق. آخر شيء نضيف اللي هي الدهنة القطرية.